السلام عليكم. خمس لعيبة من الزمالك وخمس لعيبة من الاهلي مهددين بالغياب عن مباراة القمة القادمة. الزمالك عنده سموحة المباراة القادمة لو لعيب منهم اخذ الانذار الثالث، شكرا مش هيكون موجود في مباراة القمة. والاهلي كذلك عنده الاتحاد السكندري برضو لو لعيب منهم اخذ انذار الثالث مش هيكون موجود في مباراة القمة القادمة. تعالوا يلا بينا نتعرف على العشر لعيبة المهددين عن عدم لعب مباراة القمة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد الماتش، النهارده احنا معاكم في حلقه جديده. بس في البدايه لو زملكاوي وبتحب دايما تتابع اخبار الزمالك وتحليلات ما بعد مباريات الزمالك، فاكيد اسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. خمس لعيبه من الزمالك زي ما قلنا وخمس لعيبه من الاهلي مهددين بالغياب عن مباراه القمه. قبل ما نخش فيهم تعالوا نتكلم في عجاله على مباراة الزمالك وسموحة ومباراة الاهلي والاتحاد. مباراة الاهلي والاتحاد هي مع خصم عنيد، مع حسام حسن، مع لعيبة الاتحاد، فمباراة صعبة جدا جدا على النادي الاهلي، وبالاخص ان حسام حسن ونادي الاتحاد بشكل خاص بيعملوا نتائج ومباريات قوية جدا قدام النادي الاهلي، وده ممكن يكون في مصلحة الزمالك لو حصل اي اخفاق للنادي الاهلي، وخاصة الاتحاد بقى فيه لعيبة كتيرة بقى رزاز وعمار حمدي والكلام ده كله. فالاهلي عنده مباراة صعبة جدا. الزمالك وسموحة بيواجه الزمالك خصم عنيد، بيواجه الزمالك خصم محترم، خصم لسه فائز على الاهلي 2-1 وجاي لك وبيقول لك انا مش خايف منك. احمد سامي مدرب محترم جدا، سموحة عنده لعيبة محترمين جدا، مصطفى فتحي هيكون موجود في سموحة وهيلعب المباراة امام الزمالك لان بند عدم المشاركة بتاع الاعاره ده اتلغى السنه دي. فمصطفى فتحي هيلعب ضدك في ماتش سموحه القادم، لعيب مهم، لعيب مؤثر. فرقه سموحه از توتال بتلعب كره جماعيه. احمد سامي مدرب شاطر، مدرب ذكي، مدرب بيعرف يلعب على التفاصيل الصغيره. فمباراه صعبه جدا على الزمالك، المفروض لعيبه الزمالك وكارتيرون ما يفرطوش في اي نقطه. خلاص الاهلي عمال بيقول لك خد الدوري خد الدوري وهدايا عماله تجيلك وانت تتعثر، والاهلي يقول لك ما تقلقش انا هاخد بايدك. فلازم لعيبه الزمالك تستغل مباراه سموحه افضل استغلال عشان خاطر جمهورك مش هيستحمل. جمهور نادي الزمالك بتكلم معاهم الجماهير على اخرها، السنه دي اسهل دوري، لو ما اتخدش اسهل دوري السنه دي هيكون عندك مشكله كبيرة جدا جدا وانت بتواجه جماهير نادي الزمالك اللي هي مش هتصبر عليك ولا هتستحملك. فزي ما قلت لكم مباراة صعبة جدا. مصطفى فتحي انا بشكل شخصي قلقان منه، مش لسبب ان هو يعني لعيب حريف وامكانياته عالية، ولكن بسبب ان اللعيبة اللي بتبقى ماشية من الزمالك وبتلعب قصاد الزمالك دايما بتتألق امام الزمالك. ولك في احمد سمير لاعب طلائع الجيش عبرة، كل ما يلعب قصاد الزمالك لازم يطلع بهدف او هدفين. فمباراة صعبة جدا جدا جدا. تعالوا بقى يلا بينا نخش في الخمس لعيبة بتوع الاهلي والخمس لعيبة بتوع الزمالك اللي مش هيكونوا متواجدين او المهددين بعدم المشاركة في مباراة القمة القادمة. تعالوا يلا بينا نبدأ بلعيبة الاهلي اللي هم الخمس لعيبة بتوع النادي الاهلي اللي مهددين بعدم المشاركة في لقاء القمة. اولهم محمد الشناوي حارس المرمى، وايمن اشرف لعيب مهم جدا ومؤثر في النادي الاهلي، ومحمد هاني برضو مهدد بالغياب عن مباراة القمة، واحمد كوكا وولتر بواليا. دول الخمس لعيبة اللي هم عندهم انذارين، ولو خدوا انذار الثالث في مباراة الاتحاد القادمة مش هيكونوا متواجدين في مباراة الزمالك. تعالوا بقى يلا بينا نروح على الزمالك، هم ست لعيبة مش خمسة، ست لعيبة بتوع الزمالك اللي هم مهددين بالغياب عن مباراة القمة واللي هم عندهم بالفعل انذارين. شيكابالا، اشرف بن شرقي، اوباما، فتوح، عبد الله جمعه، عبد الغني. لو بصينا في اللعيبه دي هنلاقي ان في شيكابالا واشرف بن شرقي واوباما، الثلاثه دول بيلعبوا في الخط الامامي، والثلاثه دول هيكونوا بنسبه كبيره موجودين في مباراه سموحه. فاعتقد ان شيكابالا وبن شرقي واوباما مش يعني مطالب منهم انهم يعملوا التحامات قويه، مش مطالب منهم يعملوا التاكلينج ياخدوا الكوره الكلام ده كله. فلازم يحافظ
حافظوا على نفسهم كويس انها ما جاتش في الونش ولا في محمود علاء والكلام ده كله. كان في كلام كتير طلع على طارق حامد. المعلومه اللي عندنا لغايه دلوقتي ان طارق حامد ما عندوش انذارين، دي المعلومه اللي عندنا لغايه دلوقتي، وان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره تكون معلومه صحيحه. انما الثلاث لعيبه دول خلونا نبدا بيهم، شيكا وبن شرقي واوباما، دول بيلعبوا في الخط الامامي، فدول مش مطالب منهم يعملوا التحامات قوية عشان يحافظوا على نفسهم في مباراة الاهلي. تعالوا بقى ناخد مين تاني، احمد فتوح. احمد فتوح عنده انذارين، احمد فتوح برضو المفروض ان هو بيلعب باك شمال، فالمفروض يخلي باله. اه بيلعب مدافع بس لازم يخلي باله عشان خاطر ما ياخدش الانذار الثالث، عشان يديك اختيارات لكارتيرون في مباراة القمة. ان شاء الله عبد الشافي رجع للتدريبات، بس برضو فتوح هو اللي كان بيلعب اخر ماتش، وهو يعني الاجهز عبد الله جمعة كان مصاب وعبد الشافي كان مصاب، انما فتوح لازم يخلي باله عشان يدي كارتيرون ارتياحية. لما فتوح يبقى موجود في الباك الشمال ممكن كارتيرون يطلع عبد الله جمعة في الخط الامامي ويستفيد بيه في نص الملعب. واللعيب الرابع بقى اللي عندنا او الخامس اللي هو عبد الله جمعه. عبد الله جمعه برده واخد انذارين، عبد الله جمعه المفروض يحافظ على نفسه، لان عبد الله جمعه خيار مهم جدا لكارتيرون سواء في حته الباك الشمال او في نص الملعب، بيديك حلول في نص الملعب، لعيب سريع، لعيب بينقل لك الهجمه، بيعمل لك يعني التحول من الدفاع للهجوم بشكل كويس جدا عبد الله جمعه. فعبد الله جمعه لازم يخلي باله برده من الانذار الثاني امام سموحه. اللعيب الاخير اللي معانا والسادس محمد عبد الغني. محمد عبد الغني عنده انذارين، بس اعتقد ان محمد عبد الغني كارتيرون بيميل لمحمود علاء والونش، فاعتقد ان محمد عبد الغني هيبقى احتياطي، مفيش قلق منه خالص. فالست لعيبه هنقولهم ثاني بتوع نادي الزمالك: شيكابالا، اشرف بن شرقي، اوباما، احمد فتوح، عبد الله جمعه، محمد عبد الغني. دول الست لعيبه اللي موجودين في نادي الزمالك اللي هم مهددين بالايقاف في مباراه القمه. نتمنى نكسب ماتش سموحه، نتمنى اللعيبه تحافظ على نفسها عشان نخش قدام الاهلي فول تيم وسكواد كامل، مش عاوزين اي مفاجآت دمها تقيل قبل مباراه الاهلي، اللي هو لو الزمالك كسب سموحه وكسب الاهلي ان شاء الله باذن الله فرصه بتزيد، ولو الاهلي لعب مؤجلاته الزمالك هيبقى الاول كمان بفارق بونت عن الاهلي. فرساله ونداء للعيبه نادي الزمالك: جماهيركم مش هتستحمل اي اخفاق خلال الفترة القادمة. وصلنا لنهاية الحلقة، وفي النهاية لو انت زملكاوي بتحب دايما تتابع اخبار الزمالك الجريئة والحصرية، وبتحب دايما تتابع ملخصات وتحليلات ما بعد مباريات نادي الزمالك، فاكيد سعدنا اشتراكك معنا في القناة وتفعيلك لزر الجرس. وفي نهاية الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. اشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم.